بعد آدم، والسنون هي السنون تأتي على الأقوام تنقصهم فينشأ آخرون، والنازلات تطوف في الأرجاء بالأرزاء في كل البشر تروي لنا ما كان من عمر الزمان وما يكون، وتعيد قصة رحلة الإنسان في كل القرون، تحكي تصور عبر هذا السفر من سير المدائن. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن يعرف الإنسان نوعاً من الخطوط لتدوين أفكاره، وقبل أن يقسم ما قبل التاريخ إلى عصور حجرية وحديدية وغيرها، كان الإنسان يسكن أرض اليمن، وكان هذا الإنسان صاحب حضارة وتاريخ. يؤكد التاريخ بأن اليمن هو مهد الأقوام السامية، وهو منبع الحضارة الغابرة في مصر والعراق، وأهل اليمن سبقوا في حضاراتهم حضارة بابل ومصر، ومن اليمن هاجر أسلاف الفراعنة الكبار إلى مصر ونقلوا إليها العلم والحكمة والزراعة والصناعة، ومن اليمن هاجر أيضا أسلاف البابليين والآشوريين، كما أنه من اليمن أو مما جاورها من بلدان الجزيرة خرجت الأقوام واستعمرت شواطئ المتوسط عند سوريا وآسيا الصغرى وبلاد اليونان وإيطاليا وفرنسا وشواطئ أفريقية مما يقابل جبل طارق حتى تصل إلى السويس في مصر. لم يعرف التاريخ لماذا تكاثر الساميون في اليمن بشكل خاص وفي الجزيرة العربية بشكل عام، ولم يعرف التاريخ أيضا لماذا اندفعت موجاتهم إلى أطرافها. وهناك ما يلفت النظر بين الحضارة المصرية والحضارة اليمنية، وهو أسماء ملوك الرعاة أو الهكسوس أو الشاسو كما سماهم اليونانيون، وتلك الأسماء ما زالت مشابهة لأسماء بعض القبائل اليمنية إلى يومنا هذا. وفي أواخر القرن الأول الميلادي ظهر مؤرخ ونبه إلى أن الهكسوس هم من العرب. يقول المؤرخ الإسكندري المصري: لقد غضبت الآلهة على مصر فأذنت لقوم لا يعرف أصلهم، جاءوا من الشرق وتجاسروا على محاربتنا فغلبونا وأذلوا ملوكنا وحرقوا مدننا
وهدموا هياكلنا وآلهتنا وساموا الناس ذلا، فقتلوا الرجال وسبوا النساء والأولاد، ثم نصبوا عليهم ملكا منهم اسمه سلاطيس، وبعده ملك اسمه بيون، ثم ملك اسمه باخناس، ثم ملك اسمه أبو قيس، وبعده بانياس. وتلك الأسماء موجودة إلى اليوم في مصر واليمن، مثل أبو قيس وباخناس وبانياس. كل الذي أريد قوله في استعراض هذا التاريخ هو التأكيد على أن اليمنيين هم أول من أسس الدول وشيد القصور وبنى المدن والهياكل والسدود، وهم أول من نظموا الحكم ودربوا الجيوش وقادوها للفتح في العصور المغلة في القدم وحتى في صدر الإسلام. ورحلتنا الليلة إلى جزء من اليمن السعيد، حيث ترك اليمنيون آثارا تدل بحق على عظمة ذلك التمدن العريق. قبل حوالي 3000 سنة كان يحكم الجهة الغربية من الهلال الخصيب سليمان بن داود عليه السلام، وكانت عاصمته القدس. كان نبيا وملكا، ذكره القرآن الكريم 16 مرة بينت نعم الله عليه وما سخر له سبحانه وتعالى من طير وإنس وجن وريح وغيره. في ذات يوم من أيام حكم سليمان الذي امتد 40 سنة بين عامي 972 إلى 932 قبل الميلاد، خرج يتفقد الطير فلم يجد الهدهد. فلما حضر الهدهد قال لسليمان: إن جئتك من سبأ بنبأ يقين. وأن الهدهد وجد امرأة تملك قوما وجميعهم يسجدون للشمس من دون الله، فطلب منه سليمان أن يعود إلى الملكة بكتاب يدعوها فيه ألا تعلو وتتعاظم عليه وأن تأتي إليه مسلمة. فعندما وصل كتاب سليمان عليه السلام إلى بلقيس جمعت قومها وشاورتهم في الأمر، فقالوا لها: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. وأنهم رهنوا إشارتها وأوامرها، فأمرت بإرسال هدية إلى سليمان تصانعه وتلاطفه بها. فلما وصلت الهدية إليه لم يقبلها، وأظهر أنه في غنى عنها وعنده أضعاف ما تملك، ثم هددها بإرسال جنود لا قبل لها فيهم، فأمر جنوده من الجن والعفاريت فنفذوا الأوامر، وجاءت بلقيس إلى القدس وأعلنت إطاعتها وإطاعة شعبها إلى سليمان. وقد عثرت في هذا الموضوع على بعض المراجع التي تقول بأن سليمان عليه السلام تزوج من بلقيس وأنجبت منه ولدا. المهم في الأمر أن هذا هو محرم بلقيس في مأرب، وفي كثير من النصوص يسمى تهوان، ويطلق عليه المؤرخون عرش بلقيس الأسفل، وهو بناء ضخم يقع في شكل مثلث ما يزال قائما رغم تقادم عهده، محتفظا برونقه الزاهي ومظهره الجميل المصقول، ويبلغ عرض قطره حوالي 1000 قدم تغطيها الرمال اليوم. أما طوله فيبلغ من إحدى جهاته حوالي 400 قدما، ومن الجهة الأخرى فيبلغ 250 قدما،
وتبلغ مساحة قاعدته 57 في 52 قدما مربعا. لا يزال منها 8 أعمدة قائمة حتى اليوم. ويقول الهمذاني: لو اجتمع أهل قرية كبيرة في اليمن لينقلوها لما استطاعوا، لأنها ثبتت في الأعماق ووضعت بطريقة فنية عجيبة. بقي أن نعرف من هي بلقيس، خاصة وأن الناس خالطوا بين أكثر من بلقيس حكمت في اليمن. يقول المفسرون وبعض المؤرخين العرب وبعض شراح التوراة، يقولون إنها بلقيس بنت شرحبيل، وبعدها ظهرت بلقيس أخرى من حمير، وبالذات من ملوك الطبقة الثانية المعروفة عند العرب بالتبابعة، وقد حكمت في النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد، وكان ذكرها لا يزال يشغل أذهان الناس، فحسبوها الملكة المعنية في القرآن وهي بلقيس بنت شرحبيل. ويجدر بنا هنا أن نشير إلى ما يذكره مؤرخو العرب عن الطريقة التي وصلت بها بلقيس إلى الحكم، فقالوا: لقد عاش في أحد عصور مأرب ملك ظالم فاسق فاحش اسمه مامك، من طبعه أن يستولي على كل جميلات المدينة من الفتيات، ولا يبلغه خبر عن بنت ذات جمال إلا أحضرها بالقوة. وعندما بلغه خبر جمال بلقيس ابنة عمه، جاءها في قصرها فأعدت له رجلين وأمرتهما بقتله عندما يدخل إليها، ولما قتلاه استدعت بلقيس وزراء وأصدقتهم القول والخبر، وفوضت إليهم أن يختاروا رجلا يملكونه، فقالوا: لا نرضى بغيرك بديلا، وملكوها لما رأوا من شهامتها وإبائها رغم كراهية العرب لتولي النساء الحكم، ولكن بلقيس جميلة الجميلات حكمت العرب في مأرب وبنت العروش والهياكل والمعابد. هذا جانب من حضارة مأرب ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وتحدث عنها بالتفصيل، كما أن الله جل جلاله تحدث عن جانب آخر من حضارة مأرب وعظمتها في التاريخ. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. بهذا الوصف وصف الله سبحانه وتعالى أرض مأرب ورزق أهلها من الجنات ما لا يوصف. مثل القصة، خذ مثل القصة، واحد من ملوك السبائيين أجاله ولد في اليوم في الصباح، فما جاء المساء إلا وقد الخال العلم في حضرموت. من مأرب؟ من مأرب إلى حضرموت. لا، من مأرب إلى حضرموت. طيب شو السبب؟ السبب أولاً الكثافة السكانية، السبب الآخر اللي هو وجود الجنتين، وجود الجنتين. فواحد مثلاً عندنا يقولون مثل، يقول يا حامي قل للحامي. يعني شلون؟ الشراحة أو الشارح للخضروات أو الفواكه أو المزارع. مثلاً كل واحد في مزرعته يحماها من الطيور أو يحماها من أي شيء، يقول يا حامي قل للحامي. حامل المزرعة ذي يقول لحامل المزرعة الثانية، قل لحامل المزرعة الأخرى إن الملك فلان جاله ولد. لقد قامت تلك المزارع والبساتين على مياه السد العظيم في مأرب، فقد كان سد مأرب يسقي المزارع على مسافة 5 أيام بلياليها. وسد مأرب هذا
من أعجيب المدينة الغابرة، وقد اختلف المؤرخون في زمن بنائه وبانيه، كما اختلفوا في تصدع هذا السد العظيم المشهور في كتب العرب وأشعارهم. فمن المؤرخين من يقول إن الذي بناه هو لقمان بن عاد، ومنهم من يقول إنه سبأ الأكبر بن يشجب، وأنه جعل بناءه فرسخا في فرسخ، وجعل له 30 مصرفا للمياه، وجعل بناءه من الصخر والقار لحبس السيول النازلة من الأمطار، ويصب في بحيرة هذا السد أو يصب في خزان هذا السد 75% من جبال اليمن وأوديتها، وقد مكث ما شاء الله أيام حمير. ولكن القوم لم يصونوا نعمتهم، فكفروا بالله وطغوا واغتروا بأنفسهم وقوتهم، فحطم سبحانه وتعالى غرورهم وأغرق جناتهم واستبدلها بأرض قاحلة، وقص قصتهم في سورة سبأ من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العظيم. وكان لحادث سيل العرم آثار كبيرة ترتب عليها تفرق القبائل إلى الشام والعراق والحجاز ونجد وغيرها من البلدان العربية. المكان اللي احنا فيه وادي ذنة، هو السد نفسه، هو ذا هنا بتجمع المياه، بتجمع المياه. نقول نقدر نقول انها البحيرة، بحيرة السد او خزان السد اللي تجمع فيه المياه، او تأتي من كما قلنا 75% من الجبال، من جبال اليمن، وتحتجز او تختزن في هذا الوادي على اساس ان توزع مع المصارف. طيب، على الجنتين اليمين. هذا السيل الآن دائما يمشي؟ لا، السيل فيما إذا هطلت أمطار كثيرة على المناطق الجبلية البعيدة مثل ذمار أو رداع أو قيفة أو ماهلية، تأتي من الوادي هذا. لكن إذا حدث عندنا نحن مطر هنا على الجبال المحيطة بنا القريبة، لا يمكن نزول السيول لنا شيء قليل جدا. إذا السيل تجيكم من بعيد؟ السيل نعم، مثلا الماء اللي نشاهده الآن أو الماء الموجود اللي يجرى مع السد، المطر أو البارق أو الراعد اللي كان اللي سبب نزوله لم نشاهده من هنا، ما شاهدنا إلا السيول حتى وصلها. من كم يوم تمشي هذا السيل؟ السيل ذا يمشي من 25 نهار. بس طيب، في السنة ممكن كم مرة يمشي؟ ذا في خذ مثلا العام الماضي استمرنا 3 سنوات حتى انها سال الحين، ما في شيء احتمال سنويا يعني ابدا. انما على حسب ما موسم الامطار في جبال اليمن الاخرى، موسم الامطار في جبال اليمن. إيه؟ ما نشاهد الان الا اثار من العرم او القنوات
الشمالية والجنوبية، فقد يجوز أنها أكثر من ارتفاع 25 أو 30 متر. متر؟ نعم. على امتداد 4 كيلو متر. على امتداد 4 كيلو بالضبط، لأن وهذه حقيقة هو انهيار السد سبب خسارة اقتصادية كبيرة لجذور العرب اللي كانوا عايشين في اليمن. ما هذا فعلا، هو بعد انهيار السد نزح العرب من هنا وتشتتوا إلى أراضي كثيرة كما ذكر الله في القرآن، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا إلى آخر الآية. نعم. فطبعا الحضارة السبائية أو الحضارة جنوب شرق الجزيرة العربية هي الحضارة العربية أو اللي كانت منبع أو أقدم قدماء منبع الحضارة العربية. منبع الحضارة العربية طبعا. طيب حنا كذا على يمين، على يمين الكاميرا بتكون الربع الخالي. أي طبعا. وعلى يسارها سلسلة جبال اليمن. نعم طبعا، لأن نقدر نقول أن الجبال السد هذه أو السد يفصل فيما بين المنطقة الجبلية والمنطقة الصحراوية أو منطقة الربع الخالي. الآن مثلا يبدأ الربع الخالي من الجهة الشرقية، بينما تبدأ المنطقة الجبلية من الناحية الغربية. ومن عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى أن الزائر لسد مأرب ينظر الخمط والأثل والسدر القليل المتباعد، وكأن الآية الكريمة نزلت بالأمس، وتعيش مأرب جوا غريبا من الغبار والأتربة والرمال المتحركة، مما جعل عدسة كمرتنا غير قادرة على مقاومة الغبار، فبدت أفلامنا كلها في مأرب كما ترون، شيء من الغبار وشيء من الرمال وشيء من الإهمال. على أي حال، فنحن على أبواب أسوار مأرب القديمة عند مدخل الربع الخالي، مهد الحضارة العربية. هذا مدخل يمتد سوره الى 4 كيلومتر في الشمال وكذا في الجنوب ومن الشرق. المعالم الان التي تشاهدونها هي اذا من فضلك، وهذا السور كان محاط بالمدينه على مسافه 4 كيلومترات عنها. نعم هذا هو، من الشرق والغرب والشمال والجنوب والشمال، هذا هو الواقع. كويس. و السور أو الري عندما يروي السد اللي هو سد مأرب العمومي، تأتي المياه أو تأتي المزارع إلى سور مدينة مأرب القديمة وتتوقف الزراعة، بالإضافة إلى الجنة اليسرى. هذه نحن نقف الآن في موقع ما ذكره الله في القرآن الكريم، هو الموقع أو الجنة اليسرى. إحنا مكان الجنتين ذات يمين وذات شمال طبعا، نحن في الجنة الشمالية عفوا. ويجيء اليمنيون الجدد فيبنون مدينة مأرب الجديدة على أطلال قصر سحلين الذي يبدو تحتها مثل أكمة كبيرة مرتفعة ممتدة مسافة كبيرة تتسع لبناء مدينة فوقها، مما يدل على عظمة القصر وسعته ومناعته وكثرة الآثار فيه. أما البحث عن آثار قصر سحلين فيحتاج منا إلى هدم هذه المدينة الجديدة للبحث تحتها عن الآثار. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، كما استفادت الأقوام ممن قبلهم وعمروا المدائن وتاجروا وقاوموا وأتقنوا صناعة ونظموا الزراعة، لعلنا يا إخوتي بالخير نستفيد، ونلتقي جميعنا في موعد جديد يضيف بعدا ثانيا من جهدنا وصبركم في سير المدائن.